مساء الخير متابعي في الجول، واهلا بيكم في لايف جديد من لايف في الجول بعد نهايه ماتشات دوري ابطال افريقيا. وهنتكلم النهارده تحديدا عن ماتش الاهلي والهلال السوداني وفوز الاهلي 2-1 النهارده. فوز مهم جدا للاهلي وكتيبه المدرب ريني فايلر عشان يرجع بثلاث نقط مهمه جدا للسباق الصداره. طبعا لسه في ماتش النجم الساحلي وبلاتينيوم هيتلعب بكره، نتكلم عن اللي حصل لانخفاض الاداء في الشوط الثاني وهدف الهلال المتاخر. انا معاكم رامي جمال ومعاكم محمد مصطفى. ازيك يا محمد؟ ازيك يا رامي؟ الاول قول لي، هنقرا كومنتاتكم قبل ما اساله، قولوا لنا رايكم في الماتش، رايكم في فايلر، التغييرات، كل حاجه الماتش. ونجم الماتش وايه اللي المفروض يحصل في الماتشات الجايه. قول لي شفت الماتش ازاي؟ والله بص يا رامي، البدايه كانت في الشوط الاول الاهلي بدا بدايه كويسه جدا، اصفرت ان في الدقيقه 15 بيجي جون عن طريق حسين الشحات، كان اسيست عظيم من قفشه اللي انا بشوف ان هو مان اوف ذا ماتش النهارده. مستنيينكم طبعا تقولوا لنا اذا كان في حد تاني غير قفشه او انتم متفقين مع الراي ده. كان في فرصه في الدقيقه 18 الاهلي يزود عن طريق اجاي. الكره كانت معموله عن طريق محمد هاني عرضها من اجاي، كان ممكن يضيف الهدف الثاني في خلال 3 دقائق. بعد شويه الاهلي كثف من ضغطه، الاهلي يعتبر كان بيلعب جوه 18 الهلال في الشوط الاول. الضغط اصفر عن ضربه جزاء وجون تاني لرمضان صبحي. زي ما قلت لك الاهلي كان بيلعب ضغط عالي على الهلال من منطقه جزائه، كان مجرد ما بيستلم الكره كان دايما كنت بتلاقي حسين بيضغط، كنت بتلاقي رمضان بيضغط، كنت بتلاقي رامي ربيعه نفسه كان بيضغط في وسط الملعب مع السوليه. دي هنتكلم عليها بعد كده، ودي اتكلم عليها فايلر في المؤتمر الصحفي بعد الماتش. لكن الاهلي الشوط الاول كان كويس جدا، قدر يخلق اكتر من فرصه للتسجيل، جاب جونين، ضيع اكتر من فرصه زي ما قلنا، كان في سيطره واستحواذ على الملعب تقريبا من كله. ما كانش فيه، انا الشوط الاول ما مش فاكر اي فرصه للهلال. الموضوع كان مغير تماما في الشوط الثاني. احنا الناس كلها كانت مبسوطه، او جمهور الاهلي اللي كان بيتابع الماتش سواء في الملعب او في قدام التلفزيون كانت الناس مبسوطه باداء الفرقه. الاهلي فايلر في ميزه عن اهلي لاسارتي، بس انا النهارده في الشوط الثاني حسيت ان اهلي لاسارتي هو اللي كان بيلعب رغم الاستحواذ. هو استحواذ وسيطره تامه، بس في النهايه ما كانش فيه اي فرص غير فرصه قفشه اللي في العارضه. كان في سيطره زي ما قلنا، بس اللي خلى فايلر يتفوق اول لما جه، او الناس كلها تبقى مبسوطه بالفرقه مع فايلر، ان الاهلي بيجيب جون بيروح يجيب الثاني، بيروح يجيب الثالث، بيجيب الرابع. النهارده اللعيبه استكفت بالظبط، بعد اول جونين خلاص احنا بقينا بنرجع ماسكين كوره تمام جدا، بس في النهايه انت ما بتروحش على الجون، ما بتحاولش. يبقى زي ما قلت كان في سيطره، بس ما كانش في اي فرص خطيره على المرمى باستثناء كره قفشه. في النهايه برضو انت لما سبت الكره للهلال الموضوع حصل فيه هجمتين كانوا في اخر 10 دقائق كانوا خطيرين جدا، منهم واحده جت جون. المشكله دلوقتي اللي عند، او في مشكله عند الاهلي عموما، مشكله الدفاع. الكره بتتلعب دايما من ورا المدافعين، ودايما يعني الاهلي لو بيواجه اي فريق سريع الاهلي هيواجه مشاكل كبيره جدا. وزي ما قلنا اعتقد حصل في ماتش النجم كان تقدم البين الدفاع دايما، بعد طبعا طرد ايمن اشرف زاد الموضوع اكتر وبان اكتر. لعيبه النجم كانت بتلعب بسرعه جدا، والموضوع كان بشكل خطوره كبيره على الاهلي، رغم الاهلي كان طول الوقت تحس الملعب مايل ناحيه جون النجم. الاهلي وقتها كان ماسك كوره، او الاهلي كان فيه سيطره على الـ على الـ على الكوره، بس في نفس الوقت ما كانش فيه خطوره. الكوره الوحيده اللي وقتها راحت للنجم جابها جون. ففي النهايه الاهلي عنده مشكله لازم يعالجها، خصوصا ان انت لسه في مرحله المجموعات. برضو خلينا نتكلم ان ماتش النهارده كان يعني هي استفاقه بعد هزيمه النجم، لكن انت دلوقتي في اوقات الجون ما بتعوضش. هنفترض النهارده بتلعب على ملعبك في دور الثمانيه، ماتش مع الهلال السوداني او ايا كان المنافس، وانت كسبان 2-0 وجي جون فيك بالطريقه اللي جه في الدقيقه الاخيره. انت بدل ما انت هناك مطلوب ان انت تروح تحافظ على 2-0، هيبقى الفريق الخصم اللي قدامك هيكسبك 1-0 في ملعبه، هيصعد اصلا. حتى خليني اقول لك انه احنا بنتكلم في فرق مواجهات مباشره. يعني لو الاهلي افترضنا ان مثلا كان في حاجه انه لو جه في الاخر دور المجموعات وتساوى مع الهلال مثلا، الجون فرق الاهداف مواجهات مباشره بين الفرقتين، فجون زي ده كفيل جدا انه يخرجك من البطوله. يعني الاهلي النهارده او الاهلي في المجموعه دلوقتي لعب ماتشين دخل فيه جونين،
في نقطة تانية في تشكيل فايلر، هو اعتمد لحد النهارده، هو خلاص اعتبر ان عمرو السوليه هو البديل بتاع حمدي فتحي. كان الاول بيلعب الاثنين جنب بعض، بس بعد اصابه حمدي فتحي بقى عمرو السوليه هو اللي بيلعب في الحته دي. انا بشوف ان وجود قفشه في المكان ده بدا يظهره، بدا ينجمه بشكل اكبر. لكن انت النهارده بتلعب على ملعبك وسط جمهورك، مع كامل احترامنا للهلال هو خصم على ممكن بره ملعبه ما يكونش قوي، بس في ملعبه هيكون قوي. اعتقد نفتكر ماتش 2007 مع جوزيه، يعني جيل الذهبي للاهلي، الاهلي خسر هناك برضو 3-0. بالظبط، هو الاجواء في الملعب هناك بتبقى ضغط جماهيري كبير جدا، وضغط على اللعيبه، وفي مشكله دايما بتواجه الكره المصريه في اخر كام سنه، ان احنا ما بنلعبش بجمهور. الانديه بتلعب من غير جماهير، فما فيش ضغط في اللعيبه، فاللعيبه هو بيشوف الجمهور بيرتبكوا. بالظبط، انت مش بتقدر تلعب قدام الضغط ده من الجمهور. ففي النهايه انت هتطلع تلعب بره مع فرق، خلاص الاهلي طلع لعب ماتش النجم، الاهلي عنده ماتشين بره ملعبه مع بلاتينيوم الاول، وبعد كده الهلال في ختام دور المجموعات. زي ما قلنا الخطه دي او ان انت تواجه الخصم بعمرو السوليه، انت بتعتمد عليه ان هو اللي هيقابل عمرو السوليه. مش انا بشوف ان من اسباب خساره الاهلي نهائيين ورا بعض في 2017 و2018 هي مشكله نص الملعب. اوقات كتير جدا نص الملعب ما بيقابلش بطريقه صح الاهلي، وده بالاضافه طبعا لمشكله خط الدفاع. طيب خليني بس معلش اقطعك عشان الكومنتات كتير والناس بتتكلم، وارجع لك تاني. فايلر خالد مصطفى بيقول فايلر مخطئ في اصراره على توظيف احمد فتحي في مركز المساك مع وجود لعيبه ثانيه في مركز قلب الدفاع، ودي نقطه ضعف رئيسيه في الاهلي. الماتش الثاني على التوالي اجايه بيعاني، بيقدم اداء اقل من المطلوب رغم انه ظهر بمستوى قوي في بدايه الموسم، ويجب اعاده النظر في توظيف في مركز راس الحربه. شايف ان الاستغناء عن ناصر ماهر كان قرار خاطئ وبديل جيد لوليد سليمان، وان عمار حمدي لازم يشارك. اشراك مجدي قفشه في مركز لعب الارتكاز اضاف للاهلي قوه هجوميه وسيطره وفعاليه ما كانتش موجوده في المدربين في عهد المدربين اللي فاتوا، وحمدي فتحي كان وجوده بيخلي مفيش معاناه في وسط الملعب للاهلي. براء عبد العزيز بيقول قفشه اساسي منتخب بعد كده. الصافي سعد بيقول ايه رايكم في ماتش النهارده؟ اعتقد محمد قال رايه. حسام صلاح الدين بيقول نجم الماتش قفشه. محمد فؤاد بيقول ليه نزله مروان محسن. علي دغمان بيقول قفشه طبعا. الماتش جميل جدا من قفشه واحسن واحد، واتفق معاك. محمد رجب مدرب عظيم من ابراهيم الجويش. ومحمود عوده بيقول ناقصنا مهاجم سوبر. خليني كمان نقول حاجه، ان الهلال السوداني اقال مدربه صلاح ادم بعد المؤتمر الصحفي والماتش مباشره. يعني المدرب كان في قاعه المؤتمر، والهلال كان بيعلن على صفحته الرسميه على الفيسبوك اقالته. خسر الماتش بتاع الاهلي وكسب الماتش الاولاني بتاع بلاتينيوم 2-1. فايلر كمان اتسال عن موضوع قال احمد فتحي تحديدا، وقلب الدفاع ليه ما استعانش بياسر ابراهيم مثلا او سعد سمير. هو قال كعادته ان هو ما بيحبش يتكلم عن اسماء، ولكنه بيحب يتكلم عن اللعيبه اللي بتطبق اسلوب لعبه. هو بيحب اللعيبه المدافعين اللي بتتقدم لقدام بالكوره، عشان كده كنا بنشوف رامي ربيعه بيتقدم في ماتش النجم الساحلي بعد طرد ايمن اشرف، برده كان احمد فتحي بعد ما لعب قلب دفاع كان بيتقدم. هو بيحب بيقول الكوره الحديثه بتهتم ان قلبين الدفاع يطلعوا لقدام ويضغطوا على الخصم، فده ممكن يبرر مثلا هل ياسر ابراهيم ما بيطلعش بالكوره كويس فعشان كده هو خارج حساباته بشكل او باخر. معرفش، بس يعني من الواضح انه ممكن يكون ياسر ابراهيم هو مش مقتنع بيه عشان موضوع طلوع بالكوره والضغط لقدام بشكل كبير. انت شايف ان ده ممكن فعلا يكون ياسر ابراهيم هو ده السبب؟ هو مبدئيا انا برضو انا النهارده كنت قاعد مستني التشكيل عشان اشوف. انا كنت متوقع حاجتين بصراحه، يعني ان علي ديانج برضو مش هيبدا، وان فايلر هيبدا باحمد فتحي. وهنا اكدت لي ان هو ممكن يكون مش مقتنع بياسر ابراهيم، لان ياسر ابراهيم ما بيجدش اللعب على الارض بشكل كويس، ان هو يطلع بالهجمه بشكل كويس. ده هو في المؤتمر الصحفي النهارده قال ان هو دايما ان الكره الحديثه فيها ان الاثنين مدافعين بيزيدوا لقدام. كنت قريت تصريح لسامي امصان من بعد ماتش بني سويف بيتكلم فيه على او سبب اشراك فايلر لايمن اشرف، بيقول ان ايمن بيقدر يطلع بيزيد بالكره بشكل كويس قدام. وهنا فايلر بيفكرني بحاجه، جوارديولا اول لما كان موجود في مانشستر سيتي راح تعاقد مع كلاودي برافو عشان بيطلع بالكرة عشان بدل جوهر. هو مقتنع ان ال 11 لاعب اللي في الملعب لازم يكونوا بيلعبوا برجلهم كويس جدا، ولازم يكونوا الهجمة بتبدا من عند الجون. فوقتها هو جاب حارس مرمى بيلعب برجله كويس، بس ما جابش حارس مرمى كويس. هي دي المشكله، ان انت في النهايه هتلعب بايمن اشرف مكانه الاساسي،
باك شمال، احمد فتحي مكانه الاساسي باك يمين. الاثنين عندهم نفس المشكله ان الاثنين قصيرين. احمد فتحي طبعا لاعب جوكر، بيلعب لعب في الحته دي، بس هي فكره ان انت برضو احمد فتحي النهارده 35 سنه. احمد فتحي لما لعب في المكان ده من حوالي في 2006 في الفاينل كوت ديفوار كان عنده كام سنه؟ كان لسه لاعب صغير. السن بيسمح، كان 20 او 23 بالظبط، السن بيسمح، المجهود كان تقدر تدي. احمد فتحي لسه لاعب عظيم زي ما هو جوكر، بس اكيد حكم السن المجهود بيقلل. بس اتكلم قال الجسد لا يرحم يعني بس الجسد لا يرحم وبيدينا هاتريك بعدها. بس يعني بص انا وانا متفق في ده، بس هل مثلا ده معناه ان هو مستني عوده محمود متولي؟ يعني متولي احنا شفناه كان اساسي في الاول في ماتش السوبر، اول ماتش خالص، اول ماتش خالص متولي. كان بدا بمحمود متولي وكان بياسر ابراهيم جنبه بالظبط، ومن بعد محمود متولي اتصاب وبعدين ياسر وبعدين رجع ياسر الاول وبعدين ياسر ما بقاش بيلعب بشكل اساسي يعني محمود. فانا بقول لك هل هو تحس ان فايلر مستني محمود متولي يرجع؟ لا، هي المشكله كمان في حاجه، انت دوري الابطال والسيزون كله طويل، هل انت هتفضل تلعب بنفس ال 11؟ لا، هتفضل تلعب بباكات، هتلعبهم مساكين، وانت في النهايه عندك على الدكه ياسر ابراهيم وعندك برضو سعد سمير على الدكه. اللي الاهلي ايده امبارح لسه راجع. الاهلي دلوقتي عنده 3 اماكن فاضيه، هيقدر بعد شهر يناير او في خلال شهر يناير. خلينا بس نقول ان الاهلي الماتش الجاي عنده مع بلاتينيوم على ملعبه في استاد او استاد السلام او استاد الاهلي يوم 27/12. بعد كده الاهلي هيريح لمده شهرين، اول ماتش الجوله الرابعه هيبقى مع بلاتينيوم خارج ملعبه يوم 14/2. فالاهلي عنده وقت كبير جدا ان هو على الاقل يكسب الماتش الجاي، يبقى عنده 6 نقط، هياخد فتره راحه من بطوله افريقيا لمده شهرين. في الشهرين دول يستعيد توازنه ويعمل فكر جديد ولعيبه جديده. عندك شهر يناير هيقدر ممكن يضيف لعيبه جديده، سواء بقى في مركز الهجوم. النهارده اجاي برده بيلعب هو الفيرود. شفنا مروان محسن اللي نزل النهارده، كان في كلام او اتسال فايلر في المؤتمر الصحفي النهارده عن سر غضب وليد ازارو، فهو قال ان انا ما عنديش مشكله، دي حميه لعب وعادي جدا. بس انا كنت بشوف او من وجهه نظري يعني ان ازارو رجله الماتش اللي فات جاب جونين، الراجل كان ممكن ياخد النهارده اخر 10 دقايق، كانت الدنيا سهله عليه ان هو ممكن يجيب جون. الثقه هتبدا ترجع له الثقه، بس النهارده فايلر قرر ان هو ينزل مروان محسن، وقرار طبعا احترم. بس في النهايه انت بتحاول تجهز لاعب كان بقاله من حوالي 3 ايام جايب جونين، فهو لو جاب الثالث النهارده مثلا هيبقى خد خد ثقه وبدا يحط رجله في الملعب. وانت كسبت لاعب، وخصوصا ان الفتره الجايه في ضغط ماتشات كبير جدا، الاهلي هيلعب في الاسبوع يلعب ماتشين، فانت هتحاول على قد ما تقدر تستغل كل العناصر، هتستغل كل اللعيبه اللي قدامك. انت مش هتقدر تلعب، لازم يكون في روتيشن الفتره الجايه، سواء بقى في مركز الهجوم او حتى في مركز في الوينجات. بس تمام، خلينا ناخد كومنتات تاني. عماد ظريف بيقول هو ليه المدرب ما بيلعبش ياسر ابراهيم؟ اعتقد جاوبنا عليك دلوقتي. ابو وديع بيقول ابو منورين والف مبروك، تسلم يعني، مبروك عليكم. في تاني محمد رجب بيقول الاهلي مستحوذ ساعه كامله على الكوره والهلال ما جاش فرصه، ما كانش ليه فرصه والجون جه من حاله غفله. اكيد يا محمد، يعني دي حاله غفله، اعتقد مش الاهلي بس، الفرق المصريه بتعاني من الداء ده من سنين. تبقى كسبان، حتى لو كسبان مش 2-0 بس 3-0 و4-0، لازم في اخر ثواني الانديه المصريه والمنتخبات المصريه بتفقد تركيز وجون، ونقول ملوش لازمه وتغطيه سيئه، هو بتبقى تركيز فعلا، هي الكوره كلها تركيز، ثواني قليله جدا ممكن تفرق من جون لجون يعني. محمود سمير بيقول فايلر كويس الماتش في المتناول، وحسين الشحات بيبدع وقفشه هايل، بس نفسي افهم ليه بينزل مروان محسن وجيرالدو، انا شايف ان ادائهم في الضياع. اعتقد جاوبنا عليك برضو عن تحديد موضوع مروان، وكنا شايفين ممكن ازارو ياخد فرصه. بالمناسبه برضو فايلر في المؤتمر اتكلم عن ليه لقطه ان ازارو رمى تيشرت التسخين بعد ما نزل مروان محسن، وان هو عارف ان هو مش نازل، فهو رد قال دي حميه طبيعيه وانا ما عنديش مشكله، اكيد اي لاعب عايز يشارك، لكن في النهايه ده كان قرار فني وانا مقتنع بالاثنين جدا، لكن انا قراري الفني كنت مقتنع ان اجاي هو اللي يبدا المباراه. في طيب برضو بس في حد عايز يقول كومنت بس بعد اذنك. في مناح حسين بتقول ان حمدي فتحي غيابه اثر، وانا بتفق مع الراي ده لسبب بسيط جدا. حمدي فتحي كان هو تقريبا الفتره اللي فاتت كان تشكيله الاهلي اتحط على حمدي فتحي، كان هو خساره كبيره جدا للاهلي.
وهو اللي كان المستوى الثابت اللي في الاهلي يعني كله. يعني انا بشوف النهارده قفشه عمل احسن ماتش, بس حمدي فتحي كان المستوى الثابت دايما في الاهلي. فتحي كان لاعب مفيد جدا للاهلي, وبعد كده منتخب مصر كان هيقدر يلعب. هي طبعا الاصابه ان شاء الله مش هتعطله, هي يعني المفروض يعني بحسب التقارير او الكلام اللي خرج من الاهلي ان الموضوع الاصابه للاسف اصابه الغضروف هتاخد 6 شهور. الموضوع امتد لست شهور, فهي مشكله كبيره جدا على ان فايلر يعالجها بوجود بقى عنده الي ديانج موجود دلوقتي, عنده عمرو السوليه وفي حسام عاشور برده. بالنسبه لاداء قفشه اتكلمنا عليه النهارده, قفشه كان عظيم يعني. انت لو عايز تحط عنوان كده لاداء قفشه النهارده, لاعب رايق, فلاعب كده نزل او من بدايه الماتش اسيست الجون الثاني برده, وحتى هو اللي كان بدا الهجمه اللي وليد سليمان ده بالكعب. كل كوره النهارده في الماتش تقريبا كانت بتعدي على قفشه. انا تقريبا ما شفتش لاعب عنده الملكه دي, او ان هو ينزل يستلم من ياخد الكوره من المدافع ويبدا يلعب اللعيبه من ساعه بتريكا. من ساعه لما بتريكا اعتزل انا بشوف ان قفشه, يعني انا طبعا مش بقارن, يعني عشان الناس دايما لما بنذكر امثله بتفتكر ان احنا بنقارن. انا مش بقارن طبعا, انا بتكلم في فكره ان اللاعب عنده الشخصيه والملكه والجرأة ان هو في وقت صعب جدا, كنا بنشوف الماتش الدنيا الماتش مقفول بشكل غير طبيعي, كنت بتشوف ابو تريكه اللاعب المفروض ان هو بيلعب في مركز 10 بيستلم الكوره ويبدا يلعب هنا وهنا. انا اصلا النهارده الشخصيه دي مهمه جدا, وهادي جدا ما بيتعصبش, وهيبقى مكسب للاهلي. قفشه لاعب عنده 22 سنه. عايز اقول لك حاجه كمان, قفشه عنده ميزه مش بنشوفها في الاهلي من سنين, بيشوط كتير من بره وبيحاول. بالزبط. دي ميزه انك الفرقه بتتكتل دفاعيا زي الهلال النهارده, لو ما كانش جه جول مثلا البدري بتاع حسين شحات ده, هو هيحاول يفك التكتل ده بشوطه ممكن تيجي جول يعني. بالظبط. وقفشه كمان زي ما قلنا لاعب صغير في السن, بيشوط بدنيا كويس جدا, واقف على رجله تقريبا 90 دقيقه بيلعب واقف على رجله, ما تاثرش باي حاجه. فبرده زي ما قلنا قفشه يعتبر النهارده احسن ماتش ليه من ساعه لما جه الاهلي. وخلي بالك احنا برضو لسه في بدايه موسم, احنا تاني ماتش في دوري المجموعات, لعبنا حوالي 4 أو 5 جولات من الدوري المصري, فمع الوقت هيجيب مع الثقه اللي الجمهور بيديها له. فقفشه زي ما قلنا لاعب مستقبل الاهلي ومنتخب مصر في محمد مجدي قفشه. طيب خلينا اقرا الكومنتات تاني. في ايمن المنسي بيقول انتوا مين؟ طيب بص يا ايمن, انا رامي جمال, ده محمد مصطفى, احنا من المحررين في الجول, وده لايف بيطلع بعد كل يوم, وبنكون معاكم بعد الماتشات المهمه بنتكلم معها سواء محليا او افريقيا او اوروبيا كمان, ولو في احداث مهمه بنطلع كمان في لايف ونكون موجودين معاكم, انا ومحمد وامير عبد الحليم واحمد فوزي وزكي السعيد ونادر عيد كلنا بنطلع. فكده اتمنى اكون عرفتكم. احنا مجرد كمان بنقرا كومنتات, لو في حد عايز يشاركنا باي حاجه بنقولها بنتناقش, مش داخلين خناقه يعني, عشان او المفروض ان احنا يعني نعرف نفسنا قبل ما نخش في بدايه الكلام خالص, احنا بنعرف نفسنا وبعد كده بنستقبل تعليقاتكم. لو في حد عايز يقول اي حاجه احنا بنقولها وبنشاركها معاكم وبنتناقش, بس مش اكتر يعني. في عبد الله صدقي بيقول يا جماعه جائزه بلاي ستيشن. طيب انا بحب ارد على الموضوع ده, والله اعلنا عن جائزه بلاي ستيشن في الفيديوز في الصفحه على في الجول, هتلاقي صاحب التوقع خد جائزه بلاي ستيشن من كام يوم, فتقدر تشوف الفيديو, وان شاء الله يكون في مسابقات ثانيه وبنعلن عنها. حد بيسال رامي عن صالح جمعه. طيب. وانا احب ارد على النقطه دي. صالح كان المفروض من حوالي 3 او 4 ايام كان في كلام خارج من الاهلي بشكل رسمي عن طريق الموقع الرسمي, قال فيه ان صالح كان عنده مشكله في العضله الخلفيه وهو بيعمل تدريبات تاهيليه. بس خلينا نتكلم بقى بعيد عن الحته او المشكله دي, مشكله الاصابه. صالح جمعه يعني هو من اهم المواهب اللي ظهرت في مصر من سنين, بس هو بص يعني مفيش كلام جديد, علامة استفهام هو تقريبا. احنا مثلا لو كنا مثلا قاعدين بنتناقش من 6 شهور كلام هو الكلام اللي هيتقال النهارده. بيضيع موهبته زي ابراهيم سعيد وزي لعيبه كتير وزي 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 يعني ما اعرفش. صالح بص يعني انا بالنسبه لي صالح خلص في الكلام لما كابتن ربيع ياسين تحديدا اللي هو مدربه في منتخب الشباب قال قبل كده يعني لو انت عايز ترجع لنفسك فلازم تلحق نفسك, الموضوع بالزبط. انتهى يعني. هو مدربه وهو صغير وهو شايفه وواحد من الناس اللي اكتشفوه وهو صغير. فيعني صالح جمعه موهبه عظيمه جدا, كان مع منتخب الشباب اللي خد امم افريقيا 2013, كان العالم. هو كان تقريبا كابتن الفرقه, كان من احسن كان من اكتر المواهب الواعده في الكره المصريه. احنا مش فاهمين صالح ليه بعيد. الواضح يعني ماتش بني سويف كنا لقينا على الدكه حسين السيد
وصالح ما زال بعيد فكرة. بس يعني لعيب الكورة لازم يفهم ان هو تقريبا ما قداموش، يعني لو هنفترض جدلا ان انت موهبة عظيمة جدا بتخرج وانت عندك 18 سنة يعني قدامك بكتير 10 12 سنة. بالظبط، انت في اهم وقت في حياتك، انت ده الوقت اللي انت هتقدر تعمل فيه اسم تعيش عليه بقية عمرك. انت الحاجة اللي انت بتعرف تعملها ان انت راجل لعيب كورة، موهبة كبيرة جدا، يعني مش هتفتكر حاجة جديدة او مش هتعمل حاجة جديدة في الملعب. يعني انت النهارده بتنزل يعني بتعمل الطبيعي، بتعمل الحاجه اللي انت بتعملها كل اللي انت يوم. بارع فيها في العالم. بالظبط، فالفكره كلها انت بتبعد نفسك عن الملعب وانت ما قدامكش وقت كبير جدا، انت كل وقت كل على طول بنتكلم في نفس واعتقد النقطه. مع مرور الوقت مع كمان لو الاهلي فضل يتحسن اكتر في اكتر الناس هتنسى صالح، مش هتسال عنه بعد كده خلاص. الناس النهارده انت شايف النهارده مثلا الناس كلها بتتكلم على قفشه، شويه بيتكلموا على حسين، من ماتشين كانت الناس بتتكلم عن رمضان، خلاص الناس هتنسى صالح. النهارده اللي بيلعب مكان صالح جمعه هو وليد سليمان مش محمد مجدي قفشه، بس عشان الناس تبقى ما انا فاهمه. فاهم، بس قصدي ان الناس وليد بتتكلم على سليمان نجوميه اللعيبه. لاعب عنده 35 سنه، ممكن يكون وليد ظهر كمان وهو مش مثلا عنده 20 سنه، بس قدر يصنع اسطورته في اخر 10 سنين مثلا، في الوقت اللي بعد وفي وقت رمضان كان فيه الدوري متوقف كمان وما بيلعبش غير افريقيا. فانت لاعب طالع من الناس كلها بتتكلم عليك ان انت لاعب واحد موهبه كبيره جدا. صالح جمعه كان موجود في ماتش الكونغو اللي احنا صعدنا فيه كاس عالم، وبعد كده ما كانش موجود في القائمه النهائيه. انت يعني العمر ما فيهوش حاجات، يعني فجاه بتلاقي نفسك 30 و32 سنه اللي انت بتعمله وانت عندك 22 سنه و23 سنه ما بتقدرش تعمله انت في الوقت ده. لو انت هتقدر تعمله فانت راجل خارق، يعني اللي هو لعيب الكوره اللي بيكمل يعني. خلينا ناخد بقيه الكومنتات. احمد طلعت بيقول لسه الاهلي ناقصه كتير والنتيجه مش مطمنه. مصطفى الشنوبي بيقول ممكن اعرف سر استبعاد صالح جمعه، اعتقد لسه مجاوبين عليك عشان هو حاليا مصاب. احمد علي بيقول ليه ما بيلعبش بازارو بدل اجاييه، واعتقد جاوبنا برده، ولكن هقول لك تاني، هو فايلر قالن ده قرار فني ليه، وهو ما بيحبش يتكلم عن اسماء بعينها يعني في بره في العلن يعني، لكن هو بالنسبه له ده كان قرار فني وشايف ان اجاييه هو الافضل انه يبدا من مباراه الهلال. في تاني في حد بيسال عن حمدي فتحي وعمل العمليه. حمدي فتحي عمل العمليه وهو المفروض دلوقتي في تدريبات تاهيليه او المفروض ان هو هيبداها، وفي علاج طبيعي برده زي ما قلنا لفتره الاصابه. للاسف يعني اصابه الركبه هي من اكتر الاصابات اللي كان الاول تاخد وقت صليبي بيقعد 6 شهور، دلوقتي العمليه بتقعد حوالي 9 شهور. نفس الكلام الغضروف اللي كان بيقعد 3 شهور بقت للاسف بتقعد 6 شهور عشان خاطر او القطع يلتئم بشكل كامل. بالظبط. محمد بيبو بيقول التدوير هيفيد الاهلي كتير بعد رجوع اللعيبه المصابه. خلاص طيب، ممكن بقى الناس ناخد اخر حاجه عن موضوع ليه الاهلي يعني كيرف بتاعه بينزل في الشوط الثاني. هل ده حاجه بدنيه مثلا، ولا هل اللعيبه دي حاجه في الثقافه المصريه اللي هو انا طمنت للمكسب؟ بس انا في رايي انا بشوف الاهلي كتير جدا الشوط الثاني كيرف بتاعه بينزل. بص، خلينا برضو ما ننساش ان الاهلي جاي، او عموما الانديه المصريه كلها جايه من فتره توقف دولي طويل جدا. فانت عشان برضو الاهلي قبل التوقف كان تقريبا الكيرف بتاعه ما كانش بينزل الشوط الاول زي الشوط الثاني. زي ما قلت لك الفرق ما بين اهلي فايلر ان الاهلي بيجيب جون بيروح يدور على الثاني بيروح يدور على الثالث، وهي دي الثقافه اللي اتمنى تكون موجوده عند كل الفرق اللي بتلعب كوره في مصر او كل لعيبه الكوره اللي في مصر. فكره ان انت تجيب جون وتقرر ان انت تروح تجيب التاني، طبعا على حسب امكانياتك وعلى حسب المنافس اللي انت بتقابله، بس انت هي دي الثقافه اللي بنتمنى تكون موجوده عند كل الفرق او كل الناس اللي بتلعب كوره في مصر. لسبب بسيط جدا، انت بتحاول تغير عقليتك. انت الكوره المصريه من اكبر مشاكلها على مدار التاريخ ان انت عايز تجيب الاكتفاء والتمثيل المشرف. بالظبط، احنا بنجيب جون او يا اما بنكسب 1-0 او انا بشوف هات 1 و2 لو عندك القدره الفرصة. ان انت النهارده تكسب 3 و4 و5 كان من اكتر الحاجات المشهور بها مانويل جوزيه، وان هو بيخش يتخانق مع اللعيبه بعد ماتش السكورات. الاهلي بيبقى كسبان 6 بعد ماتش مثلا ماتش الاسماعيلي في اسماعيليه الاهلي كسبان 6-0، بيخش غرفة الملابس بيتخانق مع اللعيبه ان هم ما جابوش. انت في النهايه يعني لما بتبقى بتلاعب حتى منافس قوي ليك، دي رسالة قوية لكل الناس. لا، وانت النهارده كسبت 4 وكسبت 5، حاجة بتبقى موجودة في تاريخك، بيتقال ان الجيل ده كسب النهارده، كسب الجيل الفلاني او الجيل العظيم مثلا بتاع
ايا كان اي، مش عايز اقول اسماء عشان بس الناس ما تفتكرش ان انا بتكلم على حد معين، بس انا بتكلم على ككوره عموما، ان انا لو عندي القدره النهارده ان انا اكسب 4 واكسب 5 واكسب 6 انا اكسب، ما عنديش مشكله. فالنهارده زي ما قلنا الاهلي في الشوط الاول كان عنده القدره ان هو يطلع باكتر من 2-0، بس هو اللعيبه في الشوط الثاني رجعت للحته دي تاني، ان خلاص احنا اكتفينا ب2-0، وزي لو الاهلي كان دخل فيه الجون بدري شويه كانت كان الدنيا الماتش هيتكهرب كان جدا. بالظبط، كان هيبقى عندك الماتش الدنيا كانت هتتكهرب في وقت انت تقريبا انت مسيطر فيه على الماتش كله من اوله لاخره. تمام. ناخد كومنتات اخر مره. رجب الغنام بيقول ايه رايكم في اداء خط وسط المدافع النهارده؟ برضو كنا بنجاوب انه طبعا اكيد وجود السوليه بس مش احسن حاجه، في مشكله في وسط الاهلي، وكمان تقدم قلبين الدفاع بيدي مساحات كتيره في دفاع الاهلي، فلو فرقه سريعه ممكن تخطف بسرعه. لورن الهلال كان متكتل النهارده، وطبعا ضغط الاهلي المبكر انهكهم يعني، لكن لو فرقه سريعه فعلا ممكن الاهلي يواجه مشكله. في حته في حد كمان رامي احمد الزهيري بيقول ان اجاي صعب عليها جدا والله، تعب في الملعب ما سجلش. انا من ضمن الحاجات اللي بلاحظها دايما في اجاي، وما اعرفش الناس ممكن تشاركني ده ولا لا، اجاي في اوقات بحس ان هو سوبر ستار، واوقات بحس ان هو لاعب قليل جدا، بس انا طبعا اجاي لاعب يعني من احسن المهاجمين اللي هو جناح اصلا بالزبط. بس هو بيلعب في كل حته يعني. أيوة. هو بيلعب بس هو كجناح الاول، بس انا بحس ان فايلر بيلعبه مهاجم عشان موضوع تسليم وتسلم الكوره بالظبط. هو في الحته دي، وبعدين اجاي في حاجه بيعملها اللفه يعني بيحط مدافع في ظهره، يعني ما فيش حد بيقدر يستلم منه الكوره. ومن ضمن الحاجات اللي كان مميز بيها جاي او اللي ما زال مميز بيها، ان انت لو لعبت له دبابه مثلا هيستلمها، فاهم؟ هو ما عندوش مشكله الكوره بتيجي جامده بيستلمها، هو لاعب قوي. بس زي ما قلت، هو انا بحس دايما ان جاي ما عندوش وسط، هو لاعب عظيم جدا، يا اما بحس ان هو الدنيا عنده يعني واقع او فما فيش وسط يعني. تمام خلاص، يعني كده اعتقد اتكلمنا معاكم عن كل حاجه. ان شاء الله بكره هنكون معاكم كمان في لايف بعد ماتش الزمالك في برضه في دوري ابطال افريقيا قدام اول اغسطس او بريميرو دي اغسطو، واكيد طبعا الزمالك هيبقى محتاج يكسب عشان يعوض اللي حصل قدام مازيمبي في الجوله الاولى، زي ما الاهلي كان محتاج يكسب النهارده عشان يعوض خسارته قدام النجم الساحلي. شكرا ليكم. شكرا ليك يا محمد. شكرا ليكم، واستنونا بكره ان شاء الله في لايف بعد ماتش الزمالك. شكرا.